اوه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رحب فيكم في الحلقة الثانية من تابس. شوفوا، الموضوع هنا خطير، يعني الفلوس والناس وايد تتفاوت في كل شيء، وانا من ساعة جربت الكينج، والله الكينج حطي 3 كينجز، بس اثنين اقدر احطي، حطي قدامه 1 نايت، ونحطي هيلر حق كل كينج وهيلر حق النايت. يلا خلينا نجرب. كلام قام هيلون نفس الشخص يستهبلون صح، بس شوفوا الملك، ترى الملك قوية، بس أحس إنه ما بينفع كل وقت الصراحة، لكن حاليا أح يسوي فيهم ما منهم فايدة إذا مات الجيش. فخلنا نمسح هايل اللي ما منهم فايدة، بنحطي النايت بنمسحه، بنمسح الملك، بما أن عندنا 4000 خلينا نجرب تكتيكات حلوة. شو هذا ريبر؟ أح شو هذا؟ بومبيرز ما نبغى. لحظة خلي نحطي معاه 2 نايتس، نحطي وراه هيلر، ونحطي جنديين ونبدأ لها. أح أوف، مجرم هذا أخي، المجرم والله مجرم، ما ادري اذا منتبهين شو سوى فيهم ولا اح انهزمت، لكن هذا مجرم بس غالي. اذا كان غالي معناه ان هاي الوايد يلعوزوني انا، فشو بسوي انا؟ هذا ما بلعته الصراحه، بس كابتن ما بلعته بعد، بايرت كوين ما ببلعها، ما ادري شو مزاج دافنشي تانك. شو هذا؟ اوف اوف اح، فرامة هذا، خلطت خضرة، خلطت عصير، اح اح يا خلطت العصير، اح فنان والله. بس احس لو حوله ربع بيذبحهم. انزين، وخلط العصير خلتنا نفوز، انت والدول مالكم هذا اللي يلوع تب. يا سلام، مات، اوكي شكرا، خلصت منه. انزين، 8000 اكيد بيطلعوا لي هاي الكلاب من تحت، ادريبهم انا فاهم الشغله. انزين، فاذا بيعطوني هاي، صبر خلنا نحط لهم ريبرز. اوكي ورا الريبر ارتر اي شيء. طب بس هذي، لحظة، 8000 حق هذي تمزحون؟ يمزحون 8000 حق هذيل؟ اح 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 يا الريبر، اح اوف اخو العيال، اوف بول 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 بول، اوب اوه خلطت برتقال، هو عصير، هاي عصارة، كلهم عصارة، عصير عصير ناس بشر. انزين، اوكي الحين بقمنا نتكلمه، الحين وين بيحط لي هاي لهني؟ ابغى افلترهم هني، بس احس ما له داعي، بس صوب واحد اقدر احطيهم. اوكي شو بسوي اذا صوب واحد اقدر احطيهم؟ بحطي انا خاطر اجرب شي نوع واحد، صبر من هاي اللي بيسوون شي، ما اتوقع يسوون شي، بس السنيك بعد يضارب معاهم. اوف اوف، ممكن تطلقون؟ ما بيطلقون صح؟ ما منه فايدة، كل حد اطلق لهناك، والله انا غلطان اجربكم والله، يعني مو عليكم المشكلة، المشكلة علينا، ما انا قدرت حاولت ان اعتمد عليكم وانتم ما تستاهلون واحد يعتمد عليكم. انزين بنحطي هذا 1 2 نايتس 3 نايتس ما يستوي، 3 شوي نسوي بطريقة، تعالوا خلنا نجرب.
أشوف العبيط ما يقدر يطلق هني أول مرة، فبيأخذ وايد وقت لين يطلق مرة ثانية، فراح ينكبنا أصلا. مع أن أتصور هذا لو يطلق صح أول مرة بالضبط، يعني الحين كل هالحشرة على اثنين بيطلق عليهم، يعني كنت مت انت في الطريق يعني مرة واحدة. سؤال، مو بحرام خسرنا؟ اذا هذا الوضع خلنا نشوف كيف اقدر. كينج ارترز، يلا ساعدوا الكينج. هاي اللي عندهم شيلد مو من فايز ضدهم الارشر، بس الكينج هذا وحش والله ترى، يعني يصمد 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 بشكل مش طبيعي ترى. بس بعد يعني تكالبوا عليه اهل الشيلدز، وهذا المفروض ما اخليه بروحه اروح اضربه هناك لانه مصيبه المصايب. زين خلنا نشيل لهم هايل، مشكلهم يطالعون صوبي انا طالع حسب. صبر خلهم يجون هني نايت تو نايتس، وراهم كينج، وراهم ارشرز. ارشر لحظه 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 لحظه، اقدر احط ناس هني؟ اقدر احط ناس هني؟ لحظه كل شيء تو تغير، اقدر استعمل ميدان المعركه نفس ما ابغى. ميدان معركة رائع استوى الحين خلاص، ما كنت عارف اني اقدر احط وين ما ابى. زين نبى سبير ثرور بعد ولا وين سبير ثرور؟ هني ولا هني كان هذا هو. بس سبير ثرور اظن لازم يقرب صح؟ خلنا نسوي هني، ما نقدر نحط سبير ثرور، ما نبى نايتس، نبى شيلد بيبيز تعالوا، ونبى سنيك ارشر كتره، نبى ارشر العادي، ونبى خلاص كمل ارشر فوق. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. شو الاغبياء هاي؟ انا حاط لكم مكان دبلوماسي على اساس الشوت تدعمون. والله مكان اقدر اسوي افخاخ حقهم. تو الموازين تغيرت ترى، الحين في احتمال افوز بس صبر 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 صبر. ابا كلير كلير كلير، خلينا ننظف كل شيء لحظه، ابا اسوي شيء ثاني. ابا 1 2 نايتس وراهم 1 هيلر، وايب شو اقوى ارشر عندي؟ فاير وورك ارشر ما جربته، بلو ارشر ما جربته، بومب ثرور ممكن نحطه هنا، بس اذا طاح هني مصيبه ترى. نقدر نغدر فيهم غدره والله ما يحلمون فيها. بيجون مشكله، هذه اللي يتحركون كثير، شوفوا غيروا اماكنهم على طول، هاي المشكله اللي صارت معي الحين. كيف اذا اقدر احط الشيء ما يغير مكانه؟ هو فزنا، لكن نقدر نستغل ميدان الحرب هذا اكثر من اللي شفتوه بكثير. صبر الحين كم؟ 120. هذا دول خلينا نسوي معادله يعني شيء عادل. وين صار هذا؟ يلا بعد شوف 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 العبط، شوفوا بعد فاز. اذا حطينا هذا ورا خليناك تمشي، الله بيضربون نفس النوع، يعني يضربون نفس النوع دفيت. زين الصبر، اذا هاي السالفه
هذا بيفوز مفروض اذا ضربه اي بس فاز زين. اخ ايه 4000 معناه عندنا خطة عسكرية مش نفسها هناك. حلو يعطونا بريكات في نص الجيم الصراحة. صبر هذا يباله مش باليستا وين صار هذا كاتابولت اول شيء يطرق هذا ويبالنا وراه اللي بيون يهجمون عليه ينصدمون بالارشرز اللي ورا موجودين زين. ابى شوي اقرب منه اللي يقرب تو سبير ثروورز لاني ابى احطه قدام خط دفاع نوعا ما وبعد خط الدفاع هذا بعززه بشويه ارشرز من تثرين في كل مكان. خلنا نشوف اذا هذا مثلا هني يعني كل حد ياس يسوي شيء زي من سبير ثرور مالنا نبغى زيادة محتاجين سبير ثرور زيادة. يلا بسم الله شوفوا نايس بيلحق هذا يعبي قبل لا يذبحونه على امل يعني الحين الامنية هاي الامل انهم ما يذبحونه لين هو يعبي مرة ثانية ووح لحين مش كلهم هجموا خلاص اذا عندنا فلوس عندنا خطة حربية. اوه الكينج هذا مصيبة الكينج مصيبة بيكون ضرب ضرب الكينج ضرب الكينج يا ابو حصة اح الحين كلهم ضد الكينج والكينج عندنا ناس واقفين في اماكن وايد بتشوف كم يبغى لين يموت ها دقينا على الملك خلاص خلاص خطة عسكرية هايل شو ما اعرف لكن تعرفون هايل 2000 صبر خلنا نجرب مش بايرتس كانون 1-2 يلا بسم الله. كلهم قاعدين بس على واحد اوكي هذا منو هالواحد شو سالفته احقم يعالجون بعض موت بس والله مش سيء الكانون ايضا اذا كان عطين 8000 نفسه هناك مش حتى ما يحتاج 8000 خلاص الوضع منتهي. اوف وح والله فن التخطيط الاستراتيجي يا سلام جود باي ايزي 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 4000 جود هاي الثلج زين لحظه هاي ما الثلج يحصلون شيء هنا يعني طيب راولرز ما اقدر احطيها يلا هل يعبون اسرع مثلا حسب الظروف ولا كيف والله بسرعه يطلقونه بس بعد مو بيفوزون لان ما يذبحون شيء هاي شوفوا عادي هاي اللي يتقدمون والكينج قدام ولا فرقت وياهم شيء وبيذبحونهم واحد واحد يا عمي خلنا نسوي هاي صراع الابطال ان تعرفون شو صراع الابطال ملك تو نايتس هيلرز زين وبعدين وراهم سبيرز هل سبير ثرورز ترى قوية على فكرة شوفوا 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 الملك شوفوا الملك المغوار يا سلام محرر الأبطال محرر وين صار لا لا تذبحون والله عيب والله عيب والله عيب يعني انتو خسرون دون عقيم الله وعد انه يبالا شوي مر اح 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 التعذيب اوف طف دبي ملك ما منه فايدة نروح بايرتس 4000 ممكن اسوي فيه وايد شغلات ترى بس هاي لانهم قو يبالهم واحد يأدبهم مونكي كينج حيد هذا شخصية لعب يعني خلنا نشوف شو يسوي كان واحد شو استوى في 70 واحد يتحول يستوي وايد اشخاص شو اذا اسوي خطتهم اللي من ساعة مثلا هذي اجيب اللي هي وين صارت وين الريبر راح هذا ريبر
وعطى الريبر هيلرز. اوف اوح دمرهم يا ريب، دمرهم. عالجوه، دافع عن ربعك ويموتون، دافع عنهم. ايوه مفجر الكفار، روح ذبح هذا الخايس اللي ذبحه. اوه يا سلام، والله انا مجرم. انا مرات عندي خطط، شو اعرفكم الخطط الاستراتيجيه هاي وايد حلوه. أمية هذا ابو سيف بسيطه. أمية خلينا نشوف. حيوان مره ثانيه اجين. ايوه الحين اوكي بعد بابات. الله انك انت حفله. زين ابو أمية نتكلم عن ما منه فايدة، ما منه فايدة. 80 مية خمسة، ها شو يسوي؟ خلنا نشوف يلا. اوف معنا معنا طعنا، خايف منا. اوه يسوون فيرة. اوه هذا شيء هذا شيء خطير اني اعرفه. لحظة لحظة، هاي شو هاي اللي يدقون كمان ما ادري شو يسوون. خل اخوفهم. زين خلنا ندق هذا وندق، يلا خلنا نسير. ما يشوف هذا الهبل، ارزمنا الى الهروب الى الهروب الى الهروب. اوكي هالجيم ما له داعي ترى المعلومه. موت يا الله على المطارد اللي قاعد تستوي. هذا وينه؟ هذا انتحر. لا تروح لا تروح، خلاص خلاص انتحر. وين وين تبي تروح؟ والله سكار انتو. يا سلام سيروا له ابو علي. والله قمنا نعرف الجيش وين. ها خاف. جود باي ايزي. يا سلام والله دمار شامل الصراحة. زين هذا اخ هذا شو سويه؟ اعطيني 4000 بعد. اوكي عرفت، احس ان هذا بيسوي الشغل عليهم. بسم الله. ونوعا ما بيسوي شغل مش اذا ماتوا بسرعه. بس خلاص واحد فاز ترى، فواحد فيهم اللي وصل فاز. بس مره ثانيه بنثرهم على اساس انهم ما يموتون، لان اذا ما ماتوا امورهم طيبه ترى. زين الحين وين اللي جايين؟ خلنا نشوفهم وينهم. ما في ما يبينون. اوكي خلنا نحط اي شيء يعني نشوف، نعطي تست تست سنيك ارشرز باليستس سنيك ارشر. يلا خلنا نشوف شو بيطلع لنا من هنا. شو داخل؟ اقدر اصير داخل اشوفهم؟ ايه اقدر اشوفهم داخل بس ظلمة. منخشين داخل كلاب. فيكتوري طحن طحنتم طحن. هذا منو؟ انا حطي له واحد هذا. ارمي حطي له واحد ثاني استهبل عليه. ايه خسرت. ها تعرفوا شو اقدر اسوي فيه؟ لحظه بما ان انا عندي اثنين اقدر احطي، خل احط واحد نفسه تشوف شو بيستوي. او بس خلاص انتهى الموضوع بلا فلسفه زايده. زين 4000 هذيل. ما ازفته الطريقه هاي. نيك ارتر زين
أساس هاي اليوم بيرجعون لورا، هاي اللي بيموتون بسرعة صح؟ أبا هاي اليوم يرجعون يلفون، شوفوا الثعابين، شوفوا الثعابين، شوفوا 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 الثعابين، شوفوا شو تسوي الثعابين. يا سلام يا جماعة الخير. أوب 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 شو الثعبان هذا وسخ والله. بس هم إذا يطلقون مشكلة وايد بطيئين في الثعابين. شوف الثعبان يمكن يقولنا فوز. والله ما أتصور خلاص، أظني سلوست يعني خسارة. بس خلنا نبغى أذبح هاي بأسرع وقت ممكن. زين فشو بسوي في هاي؟ بحطي لهم هذيل هالصوب فارس واحد مفروض يتولاهم، وبنحطي حق هذيل بالطريقة هاي. هني ناس، هني ناس، هني ناس. زين بنحطي سنيك أرشر هني ثلاثة، بنحطي مع كل جروب سبيرمان عسب يطير له واحد على الطاير هني بالطريقة هاي، واحد زيادة. وأبى أسوي الأرشرز ولا المطقي السهام موزعين بطريقة أن يقدرون يخدمون الكل. فأول ما ينزلون هايل بيطلقون عليهم إن شاء الله، يعني خلنا واحد يدق لهم عود في الحرب. أظني هذا يعطيهم شيء تصدقون بف، وأنا مستهين فيه. هذا بيفوز على الأغلب النايت. إذا فاز بيتم عندي بعد نايت إنه يفجرهم هني. أيوة هذا معناه بيقدر يدافع عن مال الثعابين يمكن. بس اخلي حق الجروب نايت. هل لحقوا هذا؟ ها سوى لهم فخ كمين لول يا الكمين. هل قاعد يضربوا مع منو الثعابين ولا شو؟ والله كفوا عليه. هذا سوى لهم كمين اللي شو اسمه على فكرة. الفارس شو اخباره؟ والله التكتيك يلعب دور كبير في اللعبة ترى. والله ركب ياهم خلاص فزنا اتصور، لان هني علقوا هاي اللحقوا ورا عازف الكمان. والله يبالي احط عازف الكمان اذا عندي كميات ضدي يسحبهم. ها صار ذبح واحد ميت، كيف يذبح واحد؟ المهم يعني انت فهمتوا. اوح دقيتهم والله. والله والله انت خطط استراتيجية خرافية. اح ماموث الماموث يبالش. لا هذا بيكون شيء فاشل، هذا يبالنا نجربه. يبالي شيء زوس، أعطي زوس وأحطي أرشر زهني. إن شاء الله ما يشردون ويطيحون. أوكي على الأغلب بيشردون وبيطيحون بس ما عليه. زين بحط ماموث واحد، أبغى أشوف ماموث ضد ماموث شو يسوي. ميتاسور هذا ما أدري شو، مش ماموث. خلي نحط هني كم واحد دفاع، كم واحد هني دفاع. خلنا نسير. بيموتون بيموتون فوق، بيطيحون أغبياء هاي ما بيسوون شيء. ما بيموت هذا، مات والله. ما مات ما مات، طاح بس. هذا يدق فيه من الصبح مش قادرة. هو يباله بس تعرفون شو؟ لأن الحين ماموث لو وصل ورا وهم فوق ما يقدر يركب فوق ترى. هذا ما مات، يقدرون يفجرونه بس المشكلة هم على طول يتحركون للهدف. إذا في طريقة أحبسهم في مكان معين بيكون وايد حلو. مثلا خلنا ننظف الطاولة الحين. زين الماموث وين الماموث؟ هذا الماموث. زين اثنين ماموث وأبا شيء يصيد الماموث الحين. أنا أبا هذا يدفع عن منه شوي، يدفع عن الماموث. خلنا نحط هاي لهني. يا الله يا كريم خلنا نحط من هاي لهني. زين خلنا نبدأ. أباهم ما ينزلون بس بعد ما ينزلون ترى.
شو سلاح قوي؟ مدافع ورا المموت مدفعين؟ ممكن يسوي شغل صح؟ لأن الحين هالمموت يقدر يصدهم، بس إذا أي بشيء يذبح المموت اللي وراه. أوكي أوكي أوكي، عندي خطة حلوة. إذا هذه فشلت بنعطي خطة جديدة. شو مموت مالي مات؟ شو مموت واحد عندهم مات والثاني انحبس. خلنا نشوف بعدهم يضربون المحبوس. حاليا قدرت ادافع، لكن صبر. اوكي، بعد ما ينحبسون يطلعون. اوكي، فهاي ممكن يذبحون الثاني، هذا ممكن يلف لفة عودة ويرجع يذبح الباقي، او غبي يحاول يدخل من هنا ويذبحونه لانه غبي. صبر. زين، بما ان هذا بالطريقه هاي صبر، خلينا نحط لنا ماموث هني. ماموث هني ورا الماموث ابى احط واحد اثنين اثنين، او حتى ممكن جنبه اثنين هني. يلا خلينا نسير. ياسي ضربني انا هذا الاهبل، ما منه فايده. صبر، خلينا نمسح هذيل. صبر صبر صبر، بنحطي ماموث ماموث، بنحطي وراه مش بالاستلاء، ابى احط الثرور لانه بيفر من فوقهم. دقيقه، وين صار الثرور يا اخي؟ اقسم بالله انه يرفع الضغط. هذا كاتابولت. ونقدر نحطيه عدل. يلا اوكي، يحسن ضربني انا، الغباء انك قاعد يضربني انا. بس صبر، اذا يابوهم عدل نايس، بس ما قاعد يضربونهم عدل، هاي المشكلة. عرفتوا المشكلة؟ انهم يضربون عدل بيكون وايد زين، بس هني الخطة يبالها شوي شوي تكتكة زيادة. يعني شوفوا الحين هم حولوا هناك، ليش ما اعرف. شولوا اشل هذا كله السوالف الكبار هاي اللي احس مو منها فايدة. خلنا نحط من هاي ونحطي وراهم هالمنطقة هاي. ابى اشوف وين بيروحون. ماتوا؟ ماتوا؟ نايس نايس، وايد اوكي. يا الوساخة، وسخين قوي. بس هاي الحل بسيط، شو قلت لكم انا؟ الحين انا اعرف دواهم هاي. الصبر صبر صبر، اريكم فيهم. خلهم الحين يحاولون يضربون وين ما يبون. انتهى الموضوع، دمرتهم خلاص، ما يقدرون. بس باقي واحد. قلت لكم اي شيء تنشرون على الذكية هاي خلاص، جود باي. زين، خلنا نشوف اخر خطة للحلقة. ما في خطة هنا حبيبي، هنا في هذا، لان هذا وسخ. يبغى نحط له واحد وسخ. بومبير يقدر عليه. بومبير، خلنا نشوف بومبير شو بيسوي. 1 في 1 والله، تجاوز الضربة، يحاول يوصل له. خلنا نشوف وين ضربتان. انحبس، مسكه مصدمه. المهم، مشكوري على متابعة الحلقة هذه، ونشوفكم في حلقة قادمة على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.